قول انت في اسئله معينه عايز هو احنا النهارده احنا نازلين انا محمد امين رئيس تنظيم شباب حزب الجبهه الديمقراطيه النهارده احنا نازلين الميدان معتصمين احنا من يوم الجمعه اللي فات كان معتصمين علشان يوم الثلاث اللي قبل اللي فات حصل ان الداخليه اعتدت علينا في شارع محمد محمود لان احنا كنا جايين بمظاهره سلميه بالنادي بحق الشهداء اللي حصل كالتالي ان كان ميدان شارع محمد محمود بتاع الجامعه الامريكيه كان عامل بالظبط زي يوم جمعه الغضب خلاص بس في اختلاف واحد ان كانت القنابل شويه كانت نظيفه كانت حديثه ما كانتش القنابل قديمه قررنا احنا وشباب حزب الجبهه الديمقراطيه من يوم الجمعه اللي فاتت ان احنا معتصمين بعد المسيره اللي خرجت من ميدان التحرير راحت لحد مجلس الوزراء عشان نوصل رساله نقول لهم ان الداخليه ما زال لسه ما اتغيرتش محتاجين تطهير في الداخليه والنهارده بنكمل المسيره دي عشان نقول منصور العيساوي نقول للمجلس العسكري ان لازم يحصل تغيير في البلد ان البلد لسه ما اتغيرتش احنا بقالنا 6 اشهر ما حسيناش باي تغيير في مرتبات في اجور في ناس لسه في مطالب من الناس ما اتحققتش في كل في البلطجيه لسه شغالين في البلد الداخليه اسلوبها لسه ما اتغيرش مع الناس عشان كده احنا نازلين النهارده نتكلم مع الناس عندنا دور توعوي النهارده لازم نفهم الناس ايه هي عايزين نقول للناس ان احنا مش بلطجيه ان احنا ثوار مش بلطجيه لما نزلنا الميدان نزلنا عشان خاطر البلد وهنكمل في البلد عشان خاطر البلد ده توفيق لك كنت عايزه تتكلم اتفضلي معلش نجلة عبد الجواد بحيث الدكتورة في جامعة القاهرة كلية معهد بحوث الدراسات الأفريقية جاية ليه النهاردة؟ احنا في الخيمة النهاردة يعني ناوي على اعتصام بقى ولا ايه؟ مش هعتصم بس هاي كل يوم يعني قبلك الصبح ولا بالليل؟ لا في أي وقت هيجيلك بس بعد الساعة 7 مش هتلاقيني طب إجاز كده يعني إيه الطلبات إجازة؟ عايزة مصر عايزة مصر ترجع حلوة تاني أنا عايزة مصر اللي ما شفتهاش حلوة من يوم ما اتولدت عايزاها بقى لسه الأرض عنها هي من امبارح بالليل بدأت تحلو بجد؟ أنا شايف كده أنا كنت هنا بالليل فبدأت أنا شايف إن بدأت تحلو من امبارح والله خلاص دي مش الخير أنا مصدقاك شكرا حد عايز يتكلم من ال